السيد قيس قاسم العرجي وعبد الغني الاسدي حقيقه شخصيات ممتازه ووطنيه ولها تاريخها ولها مواقفها الوطنيه، هذا لا غبار. ولكن السياسه السيد الكاظمي والتي نتمناها حقيقه والتي نطمح ان يعدل مسارها بانه ياخذ بنظر الاعتبار التوازن في اي تغيير يجري في اي منصب من مناصب الدوله. احنا هذه الضجه الاخيره اللي صارت هي تخص المناصب الامنيه، ولكن يعني هنا المناصب الاخرى بالدوله العراقيه ايضا هي لا تقل اهميه عن هذه المناصب، وهذا نص عليه الدستور. السيد الكاظمي الرجل الذي دعمه تحالف القوى العراقيه ولا زلنا ندعمه في طريقه الاصلاحي لتقويه مؤسسات الدوله العراقيه، لاننا نعتقد بان تقويه الدوله هي حمايه لكل العراقيين، لذلك نتمنى عليه ان يخطي الخطوات الواثقه الاصلاحيه ومن ضمنها التوازن، ويعمل بشكل اللي يرضي جميع مكونات الشعب العراقي، لا يرضي طرف على حساب طرف الاخر. نعم نعتقد بانه هو يخضع لبعض الضغوطات من الكتل السياسيه الشيعيه، ولكن يعني يفترض للسيد الكاظمي ان يحسب حساب للمكون السني وهو مكون وشريك حقيقي، ونسب ثلاثه يعني لا تقل عن 35% من المناصب المفترض ان تكون في الدوله. هذا كل هذه المعايير وهذه الاشارات هي يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار.